جابر. كنت ديجا كندير الكيك بوكسينغ لمدة طويلة، بديت في 97، مدة طويلة وأنا كنديرو. في 2004 مشيت للملاكمة 8 سنين، حرزت في رياضة الكيك بوكسينغ على 7 ميداليات ذهبية. بالحق ما كاينش اهتمام في المغرب، مشيت للفريق الفتح الرباطي للملاكمة 8 سنين. هاد العام قررت ندير القتال الحر. ما كاينينش بنات في المغرب، ما كاينينش بنات، رياضة جديدة على البنات في المغرب، فأنا فضلت فيها، والمشكلة بأن فيها المخاطرة بزاف، فأنا فضلت بأنني نمشي للقتال الحر. فنادوا عليا فريق مصري اللي هو كبير، أكبر منظمة كاينة في الشرق الأوسط، تقوا فيا، قدموا لي بأنني نلعب كومبا احترافية. فأنا لعبت ومثلت البلاد ديالي بالفريق المصري بالفضل ديالو. فهادشي فاش عيط لي الفريق المصري بانني نلعب معاه، قلت له نلعب على حسابك ما عنديش مشكل، الاي اف سي لان اكبر منظمه كاينه، هما اللي بينوني. فقلت لهم كان الشرط الوحيد ديالي بانني نلعب على الدرابو ديال بلادي. فقالوا لي اه ما كاين حتى شي مشكل، واجب بانك تلعبي على الدرابو ديال بلادك. احمد سليمان كنشكره بزاف، لان لقيت الميساج ديالو باغ ميسانجر على الفيسبوك، شجعني، لقيته كيقول لي حسنا اختي الا محتاجه شي حاجه ولا خصك شي حاجه، لقيته كاتب ستاتيو في الفيسبوك بانه شجعوا اللبؤه المغربيه حسنا جابر وهذه. فانا ما تيقتش، دخلت البروفيل ديالو كنلقى اللايف ديالو كنلقى هضرت معاه، فقال لي اي حاجه احتاجيتيها يعني اي مساعده كما كانت فانا غادي نشجعك وغادي نبين. بغيت ما بغيت منك والو، مي بغيت نبينك للساحه والناس تعرفك. اتصلت انا على السوشيال ميديا، شفت عندها موهبه، فيديوهات عم تشتغل عليهم، بس ما في مين عم يساعدها لحسنا. كانت بهذا اللقاء، انا ما بعتبر حالي عم ساعدها لحسنا قد ما عم بعتبر حالي انه نقطه عم سلط عليها الضوء، وبتمنى انه تساعدها مستقبلا ونساعدها كاملين. ضروري كنصح المراه المغربيه بانها ضروري تدافع على راسها. حنا دابا المشكله الرجال في المغرب ما كيبغوش العيالات يمشيو يدافعوا على راسهم، تيقول لك لا الرياضه كامله هي ديال الراجل. لا بالعكس، فاحنا واخا انا كندير فنون القتاليه، وفنون القتاليه يعني من اصعب الرياضات اللي كدير، مهتمة براسك، كتبقاي بنت، كتبقاي بنت. انا ملي كيشوفوني في الدار ما كيقولوش هذه هي اللي كدير لابوكس، ما حتى علاقه ما بين حياتي العاديه مع لاصال، عاوتاني لاصال هضره اخرى، والرينغ والكاج هضره اخرى، وحياتك الشخصيه عاوتاني راه. فانا كنقول للرجال المغرب وتنقول للعيالات المغرب يديروا رياضه، وكنصح الرجال يخليو العيالات يديروها. لا ما غيسج ما يشكلش لي عائق بتاتا، لانني انا مخطوبه لدكتور مصري، وان شاء الله باذن الله عندي العرس غيكون الشهر الجاي. بالعكس التعلاقه كي نقول لك حسنه مع الواقع ديالها العادي مع الحياه، بالعكس ما شكل لي حتى شي حاجه. فكنشكره بزاف، هو وقف معايا في مصر، فهو الدكتور مصري الدكتور سامح الجمال، كنشكره بزاف حتى هو حيت وقف معايا في المسيره ديالي وكيشجعني. كلمه لجميع النساء المغربيات، تحيه لهم خاصه، وبان المراه المغربيه ما شاء الله عليها قاده، حنا كنقولوا مرا وقاده، تبارك الله ما شاء الله عليها، تحيه لهم كبيره، وتحيه لكل الامهات. شكرا.